دي كانت آخر أخبارنا، لكن الحدث الأبرز والأهم النهاردة وزي ما كلنا متابعين القمة العربية 25. طبعا القمة العربية منعقدة في الكويت، شارك في القمة العربية 14 من الرؤساء والقادة العرب، طبعا في مقدمتهم الرئيس عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية. غالبية كلمات قادة الدول في الجلسة الافتتاحية أكدت على دعم هذه الدول لمصر كشقيقة كبرى وأحد ركائز الاستقرار في المنطقة، خصوصا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والأكد دعم العرب لتنفيذ خارطة الطريق في مصر، ده طبعا بما يحقق الاستقرار والعودة للقيام بدورها الرائد والقائد تجاه قضايا الأمة العربية. حتى أمير قطر تميم بن حمد وصف مصر بالشقيقة الكبرى، طبعا ده رغم أنه تجاهل في كلمته تهنئة مصر على إتمام الدستور المصري زي ما عمل مع تونس وهنأها على إتمامها الدستور عبر الحوار الوطني. كمان حي اليمن على بدء الحوار الوطني فيها، ومارس طريقة فيها يعني بعض الغمز واللمز لاستفزاز مصر، وفي شكل من دعم التنظيم الدولي للإخوان الإرهابي. طبعا موقف قطر متوقع، وفي الحقيقة هو ما بقاش فارق كتير مع المصريين، والأمر المؤكد أن الرئيس عدلي منصور هيرد على ده بطريقة الكبار، بطريقة مصر وعلى مستوى الدولة المصرية، ده هيحصل. وأعتقد أن في خلال يعني كلمة المستشار عدلي منصور هيتضح حجم الدول ومكانة الدول من خلال كلمات رؤساء وأمراء هذه الدول. هيطالب رئيس عدلي منصور باتخاذ موقف عربي حاسم من الإرهاب اللي بيهدد معظم الدول العربية. وخلينا نقول وما قرار المملكة العربية السعودية باعتبار العديد من التنظيمات المتطرفة جماعات إرهابية وفي مقدمتها الإخوان ببعيد، ليس بعيد عن المشهد مطلقا، وليس بعيد مش لازم عن القمة العربية، عن مستقبل الدول العربية إن شاء الله فيما هو قادم. هنرجع نتكلم على القمة العربية مرة أخرى وبالتفصيل إن شاء الله، لكن خلونا نشوف إيه آخر الأحداث في مصر ولا نغيب عن الأحداث داخل مصر. نروح تحديدا للمنيا، في أحداث واضح في المنيا، في اشتباكات داخل المنيا الآن تحديدا في جامعة المنيا. معنا زميلنا تامر مجدي على الهواء مباشرة من المنيا. تامر أهلا بيك. أهلا بيك يا هيثم. تامر إيه الأخبار عندك في جامعة المنيا؟ يعني فجأة الوضع انقلب رأس على عقب في جامعة المنيا، يعني قدامنا دلوقتي المئات من طلاب جامعة المنيا موجودين داخل الجامعة، يعني بيتعاملوا باشتباك عنيف جدا مع قوات الأمن زي ما احنا كنا شايفين وسامعين في الصورة من شوية، بيطلقوا الشماريخ والقنابل الملطوفة على قوات الأمن اللي واقفة خارج المبنى الجامعة، يعني الطوب لا يزال يعني حتى الآن مستمر. يعني يا تامر بعد إذنك يا تامر، انت بتقول لي عشان بس اتاكد من كلامك، انت بتقول لي ان من داخل الجامعه بيتم القاء زجاجات مولوتوف على قوات الامن اللي موجودين خارج الجامعه، ده معناه ان الطلاب اللي موجودين في الداخل معاهم زجاجات مولوتوف بالاضافه الى الشماريخ، صح كده هيثم؟ بالفعل، يعني يعني كمان بيتعاملوا بحرص شديد واحترافيه شديده جدا في القاء الطوب والغاز المولوتوف من داخل الجامعه، يعني من داخل اسوار الجامعه بيتعاملوا ضد قوات الامن اللي موجوده خارج اسوار الجامعه، يعني لما تتدخل قوات الامن الى داخل حرم الجامعة لكنها فقط تؤمن خروج الطلاب اللي كانوا بالفعل للاسف خرجوا قبل وصول الامن وقاموا بقطع الطريق، وللاسف كمان كسروا كل الحواجز الحديديه والسور اللي بيربط الشارع الرئيسي طريق مصر المنيا الزراعي، واعتلوا المكبري المشاه وايضا اطلقوا الطوب والحجاره على كل قوات الامن اول ما وصلت، وايضا كمان احتلوا محطه القطر اللي موجوده امامنا، محطه القطر دي مظلان المنيا العمومي، مظلان المنيا العمومي
وقريه دمرين. لا يعني احتلوها، مش عارف يا تامر يعني فسر لي الكلمه. احتلوها يعني كل اللي واقفين قدامنا دلوقتي بالفعل هم طلاب من جامعه المنيا المنتمين الى غرار الاخوان المسلمين، وهم كانوا بيتعاملوا منذ قليل مع قوات الامن وبيتبادلوا معاها الاشتباكات من خلال الفاء صوب الحجاره من على خلف من الجهه اليمنى. يعني في خط فاصل ما بين لمحات القطر وما بين شريط الخط الحديدي، وايضا الشارع الرئيسي اللي هو خط طريق منيا مصر الزراعي. يعني في للاسف عده اماكن. طيب هل اوقفوا حركه القطارات؟ هل منعوا الناس ان هم يعني يروحوا في اتجاه هذا المزلقان؟ هو كان اوريدي القوات الامن بتبدد معاهم الاشتباكات بعد ما قطعوا بالفعل طريق السكه الحديد وايضا طريق الكورنيش النيل وايضا طريق مصر المنيا الزراعي. يعني بعد ما تم انقطاع الطريق من طلاب قوات الامن اتعاملت بشكل مباشر جدا، وايضا موجودين هم الان داخل الجامعه يعني قوات الامن. طيب ايه امتى اندلعت الشراره الاولى يا تامر؟ نعم. ايه امتى اندلعت الشراره الاولى؟ ايه اللي خلى الصدام ده يحصل؟ ايه اللي خلى هؤلاء الطلاب، خاصه ان انت بتقول لي يعني قوات الامن موجوده خارج الجامعه، ايه اللي خلى الاشتباك ده يبدا؟ ايه اللي دعا الطلاب ده ان هم يبداوا يرموا يعني القنابل موتوف والشماريخ؟ وهل ده ليه علاقه بالاحكام اللي صدرت يعني باعدام اكثر من 500 عنصر ارهابي امبارح؟ ايضا خليني اقول لك على حاجتين مهمين جدا، ان قوات الامن وايضا القوات الامنيه من محافظه المنيا اكدوا لينا صباح اليوم في لقاءات لينا ان هم عندهم معلومات شبه مؤكده ان هيقوم النهارده طلاب الاخوان المسلمين في جامعه المنيا وايضا المنتمين لجامعه الاخوان المسلمين في عدد من القرى والمناطق التابعه لمحافظه المنيا بعمل مسيرات، لكن على مستوى جامعه المنيا بالفعل هناك يعني اقاويل انه هيكون في مظاهرات بدايه من اليوم وحتى غدا، اللي هو منتظر يكون في اعمال عنف اكثر شده واكثر عنف. ده بناء على القرار اللي خدته التحالف الشرعي في كل الجامعات وكل المحافظات المصريه، لكن على مستوى جامعه المنيا وعلى مستوى محافظه المنيا بالفعل كان في اشتباكات منذ قليل ايضا في منطقه دلجه اللي وقع في مركز محافظه المنيا، احد مراكز محافظه المنيا، وهنا امام جامعه المنيا لازالت الاشتباكات. خليني كمان اشرح لك المشهد، لو انت شايف الصوره هتلاقيهم مولعين في عدد من الاشجار الموجوده. احنا شايفين في الحقيقه دخان من بعيد كده يا تامر، دخان. لا خليني اوضح ان ده مش دخان الغاز المسال للدموع، المره الثانيه الدخان اللي انت شايفه على الهواء مباشره ده مش دخان الغاز المسال للدموع، وانما هي حرائق احرقها طلاب الموجودين داخل جامعه الاخوان المسلمين. لو جيت على اليمين شويه هيثم واوضحها لك حالا في الصوره على اليمين، هتلاقي ان الصف الاول من الطلاب هم من البنات وكلهم يعني متصدرين المشهد بشكل كامل. على شمالي دلوقتي مواصلات على ورا اهو، هتلاقي البنات بشكل كبير جدا متواجدين خلف السور الحديدي للدوابه الرئيسيه لجامعه المنيا، وعلى الاطراف عرضه هتلاقي يعني في عدد من الطوب والحجاره، وللاسف كان في مواد بناء زي الزلط والطوب موجود. هتلاقي اهو بالظبط على الهواء مباشره، هوريهم لك حالا الطلاب واقفين كانوا بيستخدموا هذه الحجاره عشان يشتركوا مع قوات الامن الواقفه خلف المسله الرئيسيه او خلف الباب الرئيسي لجامعه المنيا، اللي كمان للاسف الطوب نال عدد كبير جدا من عربيات الاعلام وايضا المره والسائقين اللي بيحاولوا يعدي، وده لانه كانوا زي ما قلت لك بيحاولوا يتعاملوا باحترافيه، وده اللي احنا لاحظناه خلال الدقائق او الربع ساعه اللي عدت في الاشتباكات اثناء الاشتباكات. طيب يا تامر، هل حطموا اي من المنشات؟ هل يعني تدخلوا بشكل سلبي داخل جامعه المنيا؟ هل اوقفوا محاضرات؟ قول لي عملوا ايه كمان داخل الجامعه؟ بص يعني هو داخل الجامعه ده للاسف مش هنقدر نخش جوه الجامعه، لكن ما عندناش تفاصيل. مفيش معلومات من طلاب او من اساتذه داخل الجامعه؟ يعني اللي احنا عرفناه من غرفه عمليات محافظه المنيا اللي فيها مدير الامن ومحافظ المنيا انه بالفعل توقفت الدراسه بشكل كامل داخل جامعه المنيا، خصوصا في المنطقه اللي وقع فيها الاشتباكات والمجمعات الطلابيه اللي واقعه وقريبه من الدوابه الرئيسيه اللي بيتمركز فيها طلاب الاخوان المسلمين. لكن يا تامر كده انت بتاكد لي ان مفيش اي محاضرات الان في جامعه المنيا؟ يعني كما جاء من غرفه العمليات يعني للاسف توقفت عدد من المحاضرات في المباني المجاوره او القريبه من المبنى الرئيسي لجامعه المنيا، لكن على خارج مستوى خارج الجامعه بالفعل هناك تكسير وعدد من الـ يعني السور الحديدي الكامل الموجود الفاصل بين الطريقين الزراعي والطريق السريع تم تكسيره بالكامل وتم تهشيمه كاملا. يعني كما قلت مش هقدر الف الصوره، يعني بالفعل هناك كمان عدد كبير من الاخشاب
والازاز الخاص بيه. طيب يا تامر، هل في اي تفكير من قبل قوات الامن للدخول داخل الجامعه ولا ده شيء مستبعد يعني؟ يعني كما اكد لنا مدير مباحث المحافظه المنيا مديريه امن المنيا انه لن يتم دخول الحرم الجامعي الا بعد استدعائه من مباشره من رئيس الجامعه. وده ما حصلش. وده ما حصلش حتى الان، يعني لما تم اي اقتحام قوات الامن حتى الان داخل الحرم الجامعي لم تدخل نهائيا، انما فقط اذا كان الطلاب يحاولوا يتقدموا بشكل كبير خارج سور الجامعه زي ما احنا شايفين على الهواء، كانوا قوات الامن بتطلق الغاز المسيل للدموع عشان ترجعهم مره اخرى لداخل الاسوار وعشان ما يخرجوش بره الجامعه. خليني اقول لك ان انا على المشهد البعيد شايف علم رافعينه، يعني ربما يعني ممكن نكون الصوره خلاني، لكن اعتقد انه علم سوريا وليس علم مصر من طلاب الاخوان المسلمين. ويعني هحاول ان انا اقرب الكاميرا شويه من العلم المرفوع على من الطلاب داخل الجامعه، وربما يكون الصوره يعني خيناني عشان انا بعيد شويه عن الجامعه، لكن في علم بالفعل ربما يكون الى شبيه جدا الى العلم السوري. تمام. الطلاب يعني بتقليل اعدادهم مبدئيا الى حد ما، وده نظرا لوجود كثافه كبيره من قوات الامن الحمد لله سيطرت بشكل كامل على مداخل ومخارج جامعه المنيا وايضا الشارع الرئيسي كما نرى الان على هواء المباشره. تمام يا تامر، انا بشكرك يا تامر، وهنتواصل معاك مره ثانيه نطمن على الاحوال في جامعه المنيا، وكمان يعني نحاول كده نجري اتصالات مع السيد رئيس الجامعه في المنيا، نشوف يعني اخر التطورات عنده ايه والساده المسؤولين في محافظه المنيا، نشوف نتاكد من حكايه ان هل توقفت المحاضرات تماما في جامعه المنيا ولا لا، ده ممكن نعمله مع رئيس جامعه المنيا بعد قليل ان شاء الله اثناء الحلقه.